بسم الله نبدأ دائما وبدأ معكم مشاهدينا صوت الشعب، أولى حلقات هذا البرنامج من قناة A1 TV. طبعا برنامج صوت الشعب هو برنامج جاء لملامسة قضاياكم وهمومكم واحتياجاتكم. صوت الشعب أكيد هو صوت كل مواطن أردني. طبعا في أولى حلقاتنا وفي هذا المساء يسعدني أني أرحب بضيفي الكريم سعادة النائب صباح الحباش. سعادتك الله يمسيك بالخير. هلا فيك، الله يسلمك. هلا فيك. يعني بأولى حلقات برنامج صوت الشعب وأكيد برنامجنا عبر قناة A1 TV هو صوت كل مواطن أردني. سعادتك، إحنا بالبداية حابين نحكي عن صداع الحباشنا بسطور قبل مجلس النواب. والله صداع الحباشنا أنا زلم أكاديمي، دكتور في جامعة موتي كنت، وقدمت استقالتي وخذت غمار الانتخابات. نعم، يعني تجربتك من خلال مجلس النواب سعادة النائب صداع الحباشنا كتجربة أولى، وكيف بتقيم مجلس النواب؟ والله مجلس النواب يعني ما بقدر أخفى عليك، يعني مجلس النواب أداء سيء، وهذا مش أنا بقيمه، بقيم الشعب الأردني. فأداءنا للأسف كان سيء، ومعروف أنه كل القرارات الجائرة كانت بمباركة من قبل مجلس النواب، كل قرارات الحكومة الجائرة كان مجلس النواب شريك في هذه. نحن نحكي عن قرارات الحكومة سعادتك، ولكن احنا حابين تحكي لنا عن او اين تجد مكامن القوة في مجلس النواب ومكامن الضعف ايضا. والله اقول لك مكامن القوة ما في مكامن القوة بالضعف. احنا شوف يعني احنا المواطنين ده من اول ما جيت بطالبوا بحل او اسقاط هذا المجلس، انا بقول لهم مش بس اسقاط، يجب تغيير قانون الانتخاب وقانون الاحزاب في الاردن، ولا نفس المجلس رايح يتكرر نفس اداء المجلس وضعف المجلس. الحكومه مستحيل رايح تسمح انه بتمرير قانون انتخاب لا يلبي تطلعاتها، لانه الحكومه هي اللي مسيطره على المجلس، وهذا تشاركيه. يعني في الحكومه مسيطره على المجلس ضعف، لانه يعني لما اخذ قانون الانتخابات ما فيش برنامج لمؤاخذه. فانا اذا ما في برنامج للمرشح وكذا، يعني انا نازل هيك يعني النائب، يعني انا بتذكر لما نزلنا ما ناس كان يسالنا عن البرنامج اللي انت طارح في ظل غياب الاحزاب السياسيه. فاذا ما بتنشط الحياه الحزبيه والعمل يكون جماعي مش فردي، احنا قاعدين بنشتغل في المجلس كعمل فردي، هذا اذا ما كان في عمل جماعي داخل المجلس وفي كتل، الكتل عندنا هلاميه لا تلبي التطلعات، يعني ما فيش الا برنامج، يعني بس كتله مجرد اسم هيك. قول لي شو اسم الكتله اللي انا فيها، والله ما بعرف. يعني سعادتك لما تقدم هذا كمقترح تحت القبه سيد العزيز، تحت القبة، هو إحنا قادرين نحكي تحت القبة اليوم يعني عن الرمثة، هو قدرنا أحكي يعني عن إحنا موضوع الرمثة يعني يعني الآن كقضية وطنية. نعم. كل مواطن أردني. نعم. وواجب وطني على كل يعني أي شخص يكون على تراب هذا البلد. نعم. صراحة الآن نحكي عن الرمثة سعادتك، يعني ما يجري في هذه الرمثة وأخواننا أكيد من الرمثة وأيضا رجال الدرك، أكيد تعرف سعادتكم أخوي وأخوك وابن عمي وابن عمك، ولكن إحنا الآن واجبنا كوطني من منبر قناة A1 TV إيش بتوجه كلمة؟ بوجه سعادتك. شوف سيد العزيز، إحنا بدنا نشوف شو المشكلة. نعم. أهل الرمثة هذول عانوا حوالي 8 سنوات في حصار، هم بعتاشوا على التجارة والتبادل التجاري ما بين سوريا والأردن. أكيد. الآن هذه المنطقة هي مهمشة، بدنا نعترف شو الحكومات السابقة تركتهم في مهب الريح، لا في عندهم استثمارات ولا عندهم شيء، البغتات وهذا تعودوا هيك. لا. وبطالة وفقر وكذا. يعني مشكلة البحارة هي من زمان. يعني. مشكلة البحارة وأهل الرمثة. لا. مو يعني إحنا ما بدنا مش في معزل أهل الرمثة، التاجر والكذا كلهم من أهل الرمثة يعني. الحصل عندك انه القرارات الجائرة، يعني احنا الان امام شخصية تصادمية اللي هي بتتمثل في وزير الداخلية الاجا، وانا كتبت عنه. نعم. انه الان يا سيد العزيز رايح تشهد الاردن حالة من عدم استقرار في ظل وجود هذا الوزير. نعم. جاء كان بده ينقل مجمع الباصات في الكرك، تعرف لو ما قامت في الرمثة وده تقوم في الكرك، بس انا يعني في جهات رسمية انا دعيت لعصيان مدني قلت. نعم. لهم المنتصر مع جهات رسمية قلت لهم اخوان انا البلد ما بتتحمل، انت اذا بدكوا تفرضوا هذا القرار رايح يصير عندك اعمال، يعني مش رايحين يرفض، انت توقع ضرر حوالي على 3000 تاجر، توقع ضرر على اصحاب الباصات على المواطنين على كذا. اللي حصل في الرمثة اخذوا قرار جائر ضد اهالي الرمثة، يا عمي افتح باب الحوار والدبلوماسيه مع الناس، هذه ناس طيبين، انا 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 بتواصل معي كل يوم. اليوم احنا سعادتك تواصلنا مع سعاده النائب ايضا خالد ابو حسان وهو متبني
قضية البحارة في رمثة والآن يعني بصدد اجتماعات كثيرة تقوم في وفي منزل سعادة النائب. نعم. نتحدث يعني عن دور مجلس النواب الآن مع أهلنا في الرمثة. سيدي احنا تأخرنا شوي. نعم. لازم مبكرا انه بادرنا وحلينا المشكلة، وانا ما بآمن هذه قضية وطنية. احنا يعني لمؤاخذة اذا بدنا نقسم حالنا حارات ومحافظات، قضية أهل الرمثة قضيتي، قضية كل نائب وكل مواطن أردني. هم بدافعوا عن حقوقنا إحنا، ولجموا الحكومة وكسروا قراراتها. أقول لك شغلة، الحكومة كان في كبرياء سلام حماد بداية، لكن لما صارت الأحداث، ليش إحنا نوصل لمرحلة الأحداث وإحنا عارفين رايح يصير هيك؟ لما صارت الأحداث صار في تخبط، بعدين صاروا يستجدون ويقعدوا مع البحارة ومع أهل الرمثة حتى يحل المشكلة. أنا ما حل المشكلة، انا محل المشكله، وانا بقول نعم الاردن ما يعني، بس احنا بدنا الان يعني لمؤاخذه كان بدايه لازم في مجلس النواب انه بدينا في قضيه الرمثه، مش في الجلسات التشريعيه، حتى في الدور الاستثنائي هذا هم وطني، نبدا ونحاسب سلام حماد ونحاسب على الحكومه والخطيئه اللي ارتكبتها في اهل الرمثه، لازم حاسبناهم كيف. انا نعم احنا الان ساعتك يعني الحل الان جرى ما جرى جرى ما جرى جرى ما جرى وادرهم وقايه خير من قنطار. نعم. نتحدث عن الحل الان ان شاء الله. احنا ما بدنا نزايد على اهل الرمثه، انا على قناعه انه اهل الرمثه خايفين على امن واستقرار الاردن. أكيد. ورايحين هم يضبطوا الامور ان شاء الله، وفي همه اهل الرمثه، وانا متاكد انه الامور ان شاء الله لبوا طلباتهم، واهل الرمثه ان شاء الله انه اليوم ان شاء الله بتسود حاله الامن والاستقرار في داخل الرمثه. هذول حافظوا على امن هذه المنطقه الساخنه حوالي 8 سنوات امام الازمه السوريه في فتره الثوره السوريه، فالحصل عندك انهم الان هم قادرين انهم يحافظوا على الامن. اللي استفزهم هو قرارات الحكومه، لكن انا على يقين أن لا يمكن أحد أن يزايد على أهل الرمثة، أهل النخوة والشجاعة. هذول طول عمرهم نخوة وبوابتنا على سوريا. فتحية وألف تحية إلهم، وأنا بقول إنهم حموا الشعب الأردن من القرارات الجائرة واستطاعوا يلجموا هذه الحكومة. سعادتك تحية لك، وفاصل مشاهدينا ونواصل معكم بعد الفاصل. من جديد أسعد الله مساءكم مشاهدينا وين ما كنتم تشوفونا في برنامج صوت الشعب عبر قناة A1 TV. طبعا اليوم ضيفنا الكريم سعادة النائب صداح الحباشنة. سعادتك من جديد مساء الخير. أهلا فيك. الله يحييك. سعادتك كأحد أعضاء مجلس النواب 18 نتحدث عن أو نقيم أداء الحكومة. أداء الحكومة سيء جدا. نتحدث بكل شفافية طبعا برنامج صوت الشعب. نعم. شفافية مصداقية ونوصل الصوت. احنا اليوم حابين نحكي بشفافية ومصداقية، وأكيد ما بنجرح بأي شخص، ولكن احنا نتحدث عن أداء حكومي. سيدي احنا بنفرق بين على الصعيد الشخصي وعلى هذا موقع عام. يعني احنا لما ننتقد أي واحد في موقع عام هو بصفة الوظيفية. نعم. صفة الوظيفية مش يعني أشخاص، ما بنتقد أشخاص يعني بيجوا أصدقاء. سيدي الملقي مثلا كان رئيس وزراء، صح ولا لا؟ كنا ننتقده لأداءه كرئيس وزراء. الآن شخص مواطن أنا ما إلي فيه، يعني شو بدي فيه؟ يعني مش معني فيه على الصعيد الشخصي. بكن لكل إنسان الاحترام على الصعيد الشخصي. إحنا الآن هذا ما في مجامل، الموقع العام بدك تتحمل. نعم صحيح. أنت لما تتخذ وتدمر بلد كامل بدك تتحمل. نعم. ما بصير. شوف احنا بنكون بنكذب على نفسنا اذا قلنا انه اي حكومه هي من الحكومات المتعاقبه هذه كان لها برنامج وطني، كلها حكومات جبائيه وبتفرض ضرائب، واولها هذه الحكومه. نعم. وهذه الحكومه ساقطه شعبيا من يوم، يعني شوف
أنا نصحني النواب قال لي إنه لازم نعطي الثقة زين، وكان لي الشرف إني الحمد لله إني ما منحت الثقة هذه الحكومة. هذه الحكومة جبائية بحتة، ما بتعرف لا عندها برنامج ولا شيء. ارفع ضريبة، نعم، ارفع أسعار كذا، قرارات جائرة ضد المواطنين، وهذا ما صار عندنا في الرمثة. ما بدركوا ردة الفعل، لازم صاحب القرار قبل ما يتخذ أي قرار يعرف ردة الفعل الجانب الآخر. الوطن ما بتحمل منك. احنا الآن هذه اللهجة بنشوفها حتى في المجلس الآن، جينا وبنقول يا عمي احنا خوفنا على الوطن وحرصنا على الوطن والمواطن، والهالمواطن الغلبان هذا، ما انت سياساتك وقراراتك هي بتستفزه. نعم، هو في عوز، في فقر، في بطالة، ليش ما ندرك هيك؟ نعم. فساد مستشري قدامه، نعم، سرقات قدامه، قضايا فساد ضخمة قدامه، مؤسسات ومقدرات الوطن انباعت قدامه، وهو مو قادر يقتات أي شيء، قاعد في عوز، مو لاقي الحد الأدنى يعيل نفسه يعيل عائلته. فلويش كل شيء بنحطه إنه والله إنه شو الأمن والأمان إذا إنه الإنسان الأردني جاع؟ كيف الأمن والأمان؟ كمجلس نواب سعادتك ما قدمتم حلول وتشريعات للحكومة يعني خلينا نحكي نبعد عن جيب المواطن الأردني. ولا حلول ولا إشي. المجلس أغلب المجلس متفق يا سيدي العزيز، المجلس متفق مع الحكومة، هو والحكومة يعني المجلس ساقط شعبيا والحكومة ساقط شعبيا، خلينا نعترف. نعم. لا يلبي تطلعات الشعب الأردني، وإحنا بنرجع على نفس الموضوع، بقول لك إذا ما تغير قانون الانتخاب وما تغيرت الحياة الحزبية في الأردن كله كلام فاضي، رايح يرجع مجلس أضعف من المجلس الموجود، وما أظن في أضعف من هيك مجلس. ما الحل لساعتك؟ الحل إنه يكون في جدية في الدولة الأردنية أن يستأنفوا الحياة الديمقراطية وعدم التدخل الحكومات في المجالس النيابية، والمجالس النيابية تأخذ أن تلبي تطلعات الشعب الأردني، والمواطن أنه يخرج مجلس يلبي تطلعاته. نعم. في ظل المدخلات الثنتين اللي أنا قلت لك فيها، أما أنت تجيب لي قانون انتخابات متخلف ويعني لمؤاخذ وتقول لي والله هذا مجلس نواب، إحنا قانون الانتخابات اللي أنا كنت متنافس عليه وترشحت فيه كان قانون متخلف. سعادتك الآن يعني الآن بمجلس النواب القادم إن شاء الله يعني ناوي تترشح لمجلس النواب؟ لا إن شاء الله. ما السبب يعني؟ شو السبب؟ السبب يعني ما إحنا يعني ما إحنا قادرين نسوي شيء يعني لمؤاخذة، وأنا أخذت فرصتي والآن الحمد لله يعني إن شاء الله إنه يعني يا رب العالمين إنه تكون إنه يتفوق. أنا زلم أكاديمي وإنه دور الأكاديمي إن شاء الله إنه مسار ثاني إن شاء الله. طيب. يا رب العالمين. إحنا سعادتك ومشاهدينا حابين نسمع تعليقاتكم أكيد عبر صفحتنا على الفيسبوك قناة A1TV، وأيضا مشاركاتكم عبر الهاتف بجزء موجود الآن أسفل الشاشة، أرقامنا أرقام برنامج صوت الشعب. سعادتك الآن سؤالي لك، لو كنت رئيس الحكومة ماذا ستفعل؟ إن شاء الله ما بكون رئيس الحكومة. وصرنا رئيس الحكومة. صرنا رئيس الحكومة بكون. نعم. بطلب الولاية العامة إنه أنحاز للشعب الأردني. نعم. ولا بتكون عبء عليك، ولا مؤاخذة بتكون أسئت لوطنك ولا الشعب الأردني زي ما عملت هذه الحكومة. نعم. ماذا تقيم أو ماذا تجد مكامن الضعف لدى الحكومة وليس القوة، الضعف في حكومة الرزاز؟ الضعف كلها ضعيفة يا سيدي العزيز، اقتصاديا وأمنيا. شوف الشق الاقتصادي ضعيف فيه، اعتمدت ما عنده برنامج. نعم. روح قول للرزاز في شو البرنامج اللي عندك، ما عنده برنامج، الفريق اللي عنده ما عنده برنامج يطلع من الأزمة، معتمد على فرض ضرائب. ورايح يشوف انت رايح يشوف في الموازنة الجديدة إن شاء الله رايح يكون كله فرض ضرائب وزيادة. نعم. رفع أسعار وكذا. نعم. وكذا، هذا الشق الاقتصادي والبهم كل مواطن أردني. نعم. الشق الأمني شفنا إحنا لمؤاخذة أظهرت الرمثة مدى هشاشة. نعم. حكومة الرزاز وأنا حكومة من كنتون، شوف كيف، وكسرت إرادته وأسقطت هذه الحكومة. فشو بتقول لي هي حكومة ضعيفة، ولدت ضعيفة، ما عندها برنامج، شو البرنامج اللي بيمتلكوه؟ فهي هشي وقراراتها جائري. نعم. وكل شيء في القبضة الأمنية، ألقوا القبض على يعني لمؤاخذة سياسة تكميم الأفواه،
الشيء الثاني ولا حر إلا ألقوا القبض عليه. نعم. يعني فما شو القوة اللي فيه؟ ما أنا نفسي أكون من منطلق محايد إني ألقى مكمن للقوة فيها. ما في مكمن للقوة فيها، كله ضعف ضعف فاشلة وساقطة شعبيا. ويمكن إنك تسأل أي واحد في الشارع، ما بدأ تحليل. نعم. يعني لو كنت رئيس الحكومة سعد، ماذا ستتصرف في هذا الموقف الآن؟ أي موقف؟ موقف الأردن الآن. اقتصادي أي؟ اقتصادي. الاقتصادي يا سيدي العزيز، أنت عندك برامج، شوف كيف. وتحدث عن ضرائب، وتحدثنا عن ضرائب سعادتك. يعني إحنا يا سيدي العزيز افهم علي، كل ما كانت الضرائب عالية رايح يكون مردود على الموازنة عكسي ترى. نعم. يعني أنت شوف التجربة التركية كيف. ضرائب تقريبا قاعدين بنزلوها لزيرو، ما بيرفعوا اسعار، ما بيرفعوا كذا، بيجيبوا استثمارات. في مليون حل، في عنده خبراء اقتصاديين نستعين فيهم، في مليون حل وحل. نبعد عن جيب المواطن، المواطن ما عاد، المواطن مات، ذبحنا المواطن احنا، ما ظل في عندك مواطن ولا دخل للمواطن، مو قادر لا يدفع كهرباء ولا يدفع اجار بيت ولا يدفع كذا. المواطن الأردني صار في حالة عوز. نعم. فإحنا بدنا نعترف على كذا. التخطيط الاقتصادي يا سيدي العزيز فيه مليون خطة يا سيدي العزيز. أقول لك شغلة، الآن الهيئات المستقلة هذه اللي بتستنزف موارد الدولة. نعم. 350 مليون. نعم. زين، مين بتعين فيها؟ أو أبناء الذوات. نعم. صح ولا لا؟ نعم. يا سيدي العزيز دمجها من أول ما جينا على المجلس، من طالب في دمجها في كذا. بين حسن النية عندك، كل يوم هيئة مستقلة بتصير عندك لفلان وعلى انت. الرواتب العليا، روح على الكهرباء، روح على الفوسفات، روح على كذا. ليش الرواتب 40,000 ومياومات وتنفيع؟ اقول لك مجلسنا احنا سيد العزيز، ليش سفريات؟ انا رفضت اطلع ولا سفريه ولا سفره من ولا سفره ولا معاي جواز دبلوماسي ولا غيره. نعم. تعرف ليش؟ للامانه. انا ليش انه هذه نفقات ما في داعي، ما في داعي، بدل مياومات 300 دينار و400 دينار وغيره. طيب احنا كمشرعين لازم نكون احنا القدوه، مو نسابق على التنفيعات وعلى السفرات وعلى كذا. في سيد العزيز ذبحت الدنيا تنفيعات، بكره بصير ناب، هذا بدك سفره، بدك كذا، بدك. نعم. تعين، بدك كذا، لمؤاخذه. وللاسف الحكومه بتفرض انا علي حصار، ترى لا تفكر الحكومه محاصرتني، بدها تجردني وتعريني امام مين؟ امام قواعد الانتخابيه. طيب سعادتك، ضبط الانفاق الحكومي؟ ما في ضبط، لا ترد عليهم، كله تنفيعات، كلهم يومات، كلهم سفرات. في وزراء ما بيجوا. نسمع على الأخبار ونسمع على كثير من التواصل الاجتماعي إنه هناك ضبط للإنفاق الحكومي، لا ترد، سواء لوزارات الحكومية أو المؤسسات الحكومية. شو رأيك بضبط؟ إحنا أمام شخصية، لو أشوف أقول لك أنا ما بدي. إحنا الآن على الهواء مباشرة نحكي بشفافية. شفافية. إحنا بنحكي. الرزاز كأدام. الرزاز يعني. نعم. بتفلسف أكثر من لازم. بتتذكر مقدمة ابن خلدون؟ الناس جيعانة وبحكينا عن ابن خلدون، صح؟ رد جاب لي أنا شو هو النهضة، يعني بسولف إيش وقاضب لي هالقلم. يا رجل أنت يعني أنت بتتبع يعني قاعد بتضحك على شعب الأردن. شعب الأردن بده يأكل، بده يعيش. شو الفلسفة اللي لها يعني قيمة هذه؟ سواليف يعني. قال حكومة النهضة شو خربتوا بيت الناس يا رجل، خربوا بيت المواطن الأردن، وبعده بقول لي نهضة ومقدمة ابن خلدون والناحية الفلسفية. يا سيدي العزيز كون واقعي وعملي. نعم. سوي مشاريع ولا شفنا شيء. أقول لك تبعت البيبسي هذه قديش طلبوها؟ أنا حفظت البيبسي هذه في الزرق زين، قال خلال أسبوع، وين لحد الآن هرعيها مشكلتها؟ ولا سوى إشي، ما سوى إشي الرزاز. نعم. هي بركة البيبسي أكيد. فشل في فشل. طيب سعادتك الآن إحنا هنحكي، نرجع موضوع الرمح الآن، قوات الدرك. نعم. يعني أكيد زي ما حكينا في بداية الحلقة، هم أخوي أخوك وابن عمي وابن عمك دائما انسحبوا الآن بتكتيك. نعم. من قائد الدرك، أكيد كل الشكر لهم، نوجه لهم التحية بصراحة من هذا الموقع. نعم. من منبر قناة M1 TV لكل من يرتدي شعار الجيش العربي، سواء من درك جيش أم من عام. ولكن الآن كيف نتصرف إحنا كمواطنين، وأنت الآن كسعادة النائب، كيف يعني نوصل صوتنا مع هذا الدرك؟ كيف نتعامل معه؟ انا بعيد لك انه ابن الدرك ابن الرمثه لا يمكن، انا ما ودي ازاود عليهم. نعم. واعطيهم حكم ونوجه لهم رسائل، زهقوا الرسائل. نعم. انا متاكد داخليا من ابناء الرمثه. نعم. ابناء الرمثه. نعم. طيبين. نعم. وتحاوروا معي والله من ثلاث ايام، والله لو تحاوروا معاهم ما يصير شيء. نعم. بس عجرفت هذه الحكومه هي اللي وصلتنا لكذا. تعرف
كانوا رافضين تحاوروا معاهم يوم أصدروا، كان أصلا في حوار بداية. أنت عارف شو القصة اللي صارت؟ ففجأة وين سلام حماد والرئيس الوزراء قرارات يا رجل كروز دخان صير جناي جنحة، من جنحة لجناي سووا يعني بده يأخذ عليها 3 سنوات. شو المنطق مش هان الموضوع، وركزوا على سلالة الدخان وكذا وكذا. شوف كانوا بتفاوضوا، فجأة خلال المفاوضات أجت أقرت الحكومة استفزتهم مجموعة من القرارات تخرب بيتهم زين؟ نعم. الآن قامت الدنيا. قبل هذا رفضوا إنه كان يعني بتعامل فوقية معه هذا الحكومة. بعدين السيد العزيز لما قامت الأحداث لقنوا الحكومة درس ما بنسوا، صفعة ذاقت. بعدين صاروا يستجدوا تعالوا نجلس نفاوض كذا كذا، انحلت الأمور. طالما إحنا انحلت الأمور الآن ما في داعي إحنا المرافق العامة والكذا هذه إنا، وهذا بدركها الشاب الرمثاوي ولا يمكن إنه نزايد عليه، وهذا من داخله. هي مقدرات وطن، هي مقدرات إله. نعم. أكيد. أنا بقول لك هذول الناس حافظوا على هذه الحدود طول عمرهم حافظينها، وخاصة في آخر 8 سنوات أيام الأزمة السورية. إحنا شفنا كيف أهل الرمثة، شوف كيف استقبلوا الشعب السوري، كيف استقبلوا الشعب السوري. فهم أهل كرم وأهل عز وأهل نخوة، ولا يمكن واحد ولن أسمح أنا صداح أن يزايد أحد عليهم. أكيد هذول حموا المنطقة الحدودية، مش بس رجال الأمن، هم رجال أمن كمان. نعم. وأنا واثق، أنا واثق أنه يعني لو اتبعوا الدبلوماسية معهم، والحمد لله إن شاء الله أنه الأمور، أنا كنت في المجلس الأمور طيبة وتقريبا حلوا المجلس. نعم. حلوا المشكلة مع البحارة ومعاهم، فإن شاء الله الأمور بخير إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. سعادتك الآن زي ما حكينا بالبداية أنه لو أنت كنت رئيسا للحكومة كيف راح تختار فريقك الوزاري؟ شو الآلية اللي راح تختار فيها فريق الوزاري؟ والله يا ابن عمي أول شيء ما بتمنى أن أكون رئيس وزراء، أنا مش طموحاتي يعني ما بدي. لا طيب ما هو اقتراحك لأي رئيس حكومة بيكون بهذا المكان؟ إن بيني يبعد عن جيب المواطن، في بيقضى على قضايا الفساد، بيفتح قضايا فساد، في فساد من الحجم الكبير تفتحها مو تلفلف لي عون مطيع تقضب لي. ساعتك احنا راح نكمل ساعتك، ولكن معنا اتصال هاتفي من اخونا محمد هيكل. الله يمسيك بالخير ويعطيك العافيه. اخونا محمد هيكل الله يمسيك بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تفضل. بمسي عليك وبمسي على الدكتور صداح. يا اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. هم كلمتين يا دكتور صداح بدنا نحكي لك اياهم. تفضل. انا عرفتك قبل لا اشوفك بالمجلس من خلال الجامعه، عرفت كيف؟ من خلال انت درست واحده من بناتي، هاي واحده. الله يحييك. شغله ثانيه، انت مش ابن محافظه يا دكتور صداح، انت ابن الاردن. صحيح ان شاء ثاني الله. شغله، انت صوتك جريء بالطرح، واحنا بحاجه نواب مثلك بصراحه. بحكي لك اياها ما عليك زود. انا كنت زود. اتمنى لو اني من سكان الكرك واني انتخبك. الله يحييك. لذلك يا دكتور صداح احنا لنا رجاء الاحرار بالاردن والغيورين على الوطن، احنا بحاجه الناس اللي امثالك يا دكتور صداح. الله يحييك. لذلك ارجوك رجاء خاص من رجل انا قطعت 60 سنة من عمري، انك انت تكون موجود بالمجلس القادم، لانه اذا الاصوات اللي مثل صوتك راحت يا دكتور صداح لمين بدنا نسمع؟ انتم معدودين على الاصابع يا دكتور صداح بالمجلس. الله يحييك. معليك. لذلك احنا عزيز لمعلوماتك بنعرف مين هو النائب الصح ومين هو النائب بديش احكي كلام عدم مؤاخذه انا شعبي، لكن بس هذا رجعنا يا دكتور صداح. الله يحييك يا بس لك، وتحياتي لك يا دكتور صداح. شكرا لك. شكرا لك. الامل فيكم يا دكتور صداح بالتغيير وكذا. وفيكو بالعكس فيك، والشعب الاردني الطيب المحترم. يعني الشعب الاردني الله يبارك فيك، الاردن الطيب المحترم يا دكتور صداح بحاجه امثال. احنا عارفين انت شو كنت بجامعه مؤتة، وعارفين طلابك اللي خرجته. الله وبارك الله فيك باللي قدمته واللي بدك تقدمه والجاي ان شاء الله، والمستقبل ان شاء الله، ان شاء الله مشرف ان شاء الله. نتعشم. نعم نتعشم يا دكتور صداح، وعشمنا فيكم كبير ترى انت وامثالك. الله يسلمك. بس هذا اللي احكيه. السلام عليكم. شكرا لك اخونا محمد هيكل على هذه المداخله، وايضا الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا اخونا محمد هيكل. دكتور يعني صداح سعادتك الان معنا اتصال. معنا الأستاذ جبر من البلقاء. أستاذ جبر الله يمسيك بالخير.
يسعد مساك يا الحبيب. يعطيك العافية يا هلا. يعافيك يا الغالي. يا هلا والله. يا سيدي أنا بشكر سعادة النائب صداح الحباشنة. نعم. ابن الأردن. الله يحييك الله يحييك. وفخر لكل الأردنيين. ما عليك زود نتعلم منكو. لا والله إنك شيخ وإنت حر ابن حر وتعبر عن آراء كل الشعب الأردني الطبقة الفقيرة. الله يحييك. وأتمنى من الله أن يكون في صوت وطن لأجل تجمع كل أصوات أبناء الوطن للأستاذ صداح الحباشنة. الله يحييك الله يحييك. وأتمنى يا أستاذ صداح الحباشنة أنك تظلك دائما وأبدا على المجلس وتكون نائب لهذا البلد. شكرا أخونا الجبر من محافظة البلقاء على هذه المداخلة ويعطيك العافية. وأيضا سعادتك اسمح لنا أيضا معنا كمان اتصال يعني أخوانا متصلين أخونا عبد الرحمن. الله يمسك بالخير يا عبد الرحمن. يسعد مساك سيدي كيف حالك؟ هلا بيك تفضل. بدي أول شغلي أمسي على الدكتور صداح. الله يحييك أستاذ عبد الرحمن. يعني أنا والله مدخلتي بالغلط أنا قاعد على الفيسبوك وبشتغل بشغلي أنا فسمعت وقرأت هيك صداح الحباشني فحبيت أسلم عليك وسمعتك كنت بتحكي إنه مش هتنزل برضو الانتخابات الجاي. أول شغلة أنت يعني أنت وكم النائب زي ما حكى أخوي اللي قبلي تنعدوا على الأصابع اللي موجودين في المجلس وإحنا شايفين حتى لو إنه الواحد تعب قلبه بطل يتابع لكن إحنا شايفينكم كيف تشتغلوا. فالله يعطيك العافية وبدنا إياك ترجع يعني أنا ياريت والله أنا ياريت لو بقدر أحول من عجلون واجي أصوت لك لأنه عن جد أنت قدوة أول شغلة لنا وكنت أتمنى صراحة أدرس في الكرك أنت درست ابن عمتي ودرست حقوق ودرسته كان نفسي يعني لما قال لي عنك شفتك أني أدرس عندك عشان أدرس وأفهم من كلامك وطريقتك وكيف بتدافع على المواطن فأنت قدوة لنا وبتمنى أنك تظلك وتستمر والله يعطيك العافية. الله شكرا يعطيك أخونا سمع. عبد الرحمن على هذه المداخلة وأيضا مشاهدينا مشاهدين قناة A1 TV أيضا تعليقاتكم عبر الفيسبوك. شكرا لكم لكل من شاركنا على الفيسبوك الآن وبيشوفنا سواء على شاشاتكم أو عبر هواتفكم النقالة من صفحة A1 TV. طبعا دكتور صداح الحباشة بعد هذه المداخلات نتحدث سيدي عن رسالتك لأهلينا في الرمثة الآن حرية التعبير. هناك طرق كثيرة للتعبير عن الرأي ولكن إحنا الآن نحكي عن مقدرات وطن. نعم. كيف نقدر نعبر عن رأينا سواء بالرمثة بالكرك بمعان بالطفيلة بالعقبة وأنت الآن نائب مش النائب الكرك أنت الآن نائب كل المحافظات وأنا برأيي دائما أين بمجلس النواب هو يمثل كل الأردن إن شاء الله. الآن بدي رسالتك الآن صداح الحباشنة على الهواء مباشرة لكل أهلنا سيدي في الرمثة. سيدي أنا ما بزاود أهل الرمثة أهل الرمثة أكثر حرصا مني هذول مجربين أهل الرمثة وأنا متأكد إنهم خايفين على الوطن أكثر من هذه الحكومة الساقطة شعبيا. نعم. وإحنا ما بنوجه لهم رسائل هم بوجهوا لنا وبعلمونا ونتعلم منهم أهل الرمثة أهل الكرم والشجاعة والنخوة اللي قدموا التضحيات الكثير الكثير للوطن. هذول قدموا وضحوا في أبنائهم وكذا وهذه المنطقة الحدودية لازم تكون منطقة ساخن بالعكس أطيب منهم ما فيه وأنا متأكد أنه هم رايحين لمؤاخذة عندهم حرص أكثر على الوطن وعلى الوطن والشعب الأردني بيحرص على الوطن ولكن هذه الحكومات هي اللي سبب في هي استفزتهم. نعم. وأأمل إن شاء الله سقوط هذه الحكومة إن شاء الله وسقوط سلام حماد يا رب العالمين. يعني نتحدث دائما بكل شفافية عبر برنامج صوت الشعب. سعادتك الآن إجانا بوجود سؤال على عبر السوشيال ميديا ما هو تصور سعادة النائب قانون الانتخاب القادم؟ قانون الانتخاب مش رايح يفرق عن قانون الانتخابات ما في جدية في تغيير وأنه يلبي تطلعات الشعب الأردن. نعم. رايح يكون ضعيف ويفرز مجلس ضعيف خذ منه. نعم. يعني ما أنا متفائل فيه كثير لن تسمح الحكومة أن يأتي مجلس قوي لن ما في إرادة الحكومة بتضع المجلس والمجلس متفق معاهم يا أخوي في متآمرين مع بعضهم وإحنا ليش ما نحكي يعني الحكومة والمجلس النواب بتآمروا مع بعضهم على الشعب الأردن هذه النتيجة. نعم. إحنا كمان وأمام شو بقول لك انت يا سيد العزيز إحنا في عزلة عنهم ترى خلاص ما بدهم إيانا بدك تفهم هيك ما بدهم إيانا بدهم لا تجمع الحكومة لا إما في عزلة وحصار يلغوه أفضل لو هالمصاريف التكاليف وهذا يلغوه أفضل. نعم. شو الجدوى من وجوده يعني سعادتك 90% من الشعب الأردني يتقاضى راتب 500 دينار لا هذا كذب
كذا كذا. وشو 500 دينار؟ تعرف خط الفقر في الأردن؟ أنا بقول لك 1000 دينار، 800 دينار. إيه رفعوا كل شيء يا رجل. شو 500 دينار؟ اللي بتقاعد هذول متقاعدين بأخذوا يا رجل استفزوا كل الناس هذيك النهار. في ناس بأخذوا أنا السؤال 250. أنا سألتك إياه يعني بناء على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر هذا السؤال بشكل هذا كذب وتدليس والله ما بأخذوا من شو 90% والله ما فيهم 20% 30% بأخذوا. وعلى يعني إحنا الستنين المتقاعدين والستنين كذا في ناس في البلديات 300 دينار، في أغلب الوزارات في 300 و350، والمتقاعدين ومن القوات المسلحة كلاتهم تحت الكثير. هذا كذب وتدليس. نعم. تحدثنا إحنا وياك سعادتك عن الوضع الاقتصادي وأيضا الخبراء الاقتصاديين الآن بجوز إحنا بيستقطبوا خبراء من خارج الأردن، يعني إحنا ما بنعرف وما في كفاءات بالأردن أن يكون في خبير اقتصادي أردني، وإحنا بنعرف خيرة الشباب الموجودة الآن في الأردن وأبناء هذا الوطن هم من خبراء اقتصاديين. أقول لك وأرقام خلينا نحكي رواتب فلكية نسمعها كلنا وبتنتشر الآن ما في إشي مخبر. للأسف هذا نوع من تنفيعات والفساد لأبناء الذوات في البلد. نعم. شوف كيف البلد قايم على التنفيعات. نعم. شوف كيف حتى يمروا أي قرار. الشيء الثاني مرة خليني أجاوبك كل صراحة. نعم. بسأل نائب من النواب اللي تكرروا كثير. نعم. بقول له وين رايح البلد؟ يعني قاعدين قبل إقرار قانون ضريبة الدخل هذا إنه بدمر الدنيا والاستثمارات رايح تهرب وتفض وكذا مستثمرين. قانون جائر نكبي رايح ينكب الشعب الأردني والاستثمار في الأردن وشفنا شو صار. فبقول لي صداع، بقول الفريق الاقتصادي شو بفكر مو عارف؟ قال عارف. طيب تداعياته؟ قال بعرفه. قلت طيب يعني الناس أول مرة بشوف حكومة تدمر بلدها. بقول لي صداع هذول تعودوا بدهم قرض، بدهم قرض. تتذكر لما راحوا السودان وأخذوا قرض؟ قال الآن بأي وسيلة بدهم هالقرض يأخذوا. نعم. زين بغض النظر شو تداعياته هم وعينهم على هالقرض. زين وفعلا أقروا قانون الضريبة، وافق عليه قانون الضريبة بشراك بمشاركة بين المجلس وبين الحكومة. المهم وهي أوقعوا الضرر على كل البلد وخربوا بيت البلد. في سيدي العزيز احنا بنكون مش واقعيين إذا قلنا والله بستعينوا في خبير اقتصادي. لو بستعينوا في الاقتصاديين وبستعينوا في كذا ما وصلت الحال في البلد. نعم. كذا مقدرات البلد انباعت في اسم الخصخصة وكذا وكذا، وأبناء الوطن بدون وظائف. وين بدهم يشتغلوا هذول؟ البطالة اللي بتقول عنها أنت بتعرف أنه هذو أبناء الدوات كلياتهم بحطوهم وين؟ في الهيئات المستقلة. وباقي الشعب الأردني طابور 350 ألف قاعدين هذول عاطلين. وشي البلد اللي 350 ألف عاطلين على العمل لمؤاخذة؟ شو الآن إذا بعت المؤسسات الوطنية ماذا عن الأجيال المستقبل الأجيال القادمة يعني لمؤاخذة؟ راح صار في مهب الريح. نعم. ساعتك بجوز معنا اتصال الآن من أخونا نايل الحباشنا. أسعد الله مساك أخونا نايل. مساء الخير. يعطيك العافية تفضل. بدي أعرف إيش أخوي نايل؟ مع الأخي مع الباشا عمي مع المسيح حباش. تفضل أنت على الهواء وباشا تفضل. أنا مريض بس أتعالج. أنا ما يجبط أنا عمي ما يجبط أنا. أنت مريض؟ أنا مريض ما يجبط والله. طيب أنا مش فاهم كثير يا شباب معناته إحنا خليك تحت الهواء الآن راح يخذوك الشباب. ماشي ماشي ماشي. يأخذوا ملاحظتك أخونا محمد. خذ ملاحظة أخونا نايل. ماشي عمي. الحباشنا ووصلنا إياها أخونا محمد. ماشي عمي ماشي يرضى عليك عمي. شكرا أخونا نايل يعطيك العافية. سعادتك بجوز في سؤال أيضا وصلنا على موقع التواصل الاجتماعي. شو موقفك من علاوة المعلمين؟ أنا بصراحة ما بعرف هاي علاوة. أنا مع علاوة المعلمين أقل إشي هذا المعلم. نعم. المعلمين بربوا أجيال والمؤاخذة في حالة عوز. أنا مع أي شيء مع المواطن، مع رفع رواتبهم، مع رفع رواتب جميع الموظفين مش بس المعلمين، والمعلمين على رأسهم هذول بربوا أجيال. إذا ما كان مستقر اقتصاديا كيف بده يدرس؟ نعم. انا اجيب معلم يلاقي لي شغله ثانيه بعد الشغل بعد الدوام يعني بعد شغله؟ لا، لهم كل احترام هذول بخرجوا اجيال فلازم انه اضعاف يكون. شو بطالب المعلم؟ مطلبه يعني بسيط. انا شايف بناء على شو سعادتك انه علاوة معلمين او خلينا نحكي مجلس النواب واللجنه ما باخذوا علاوة مهندسين وباخذوا علاوة كذا خليهم ياخذوا. انا مع مين ضد مين ضد الان يا اخوي؟ الدوله ضدهم، ضد المعلمين. الحكومات ضدهم. الحكومات اي شيء
للمواطن الأردني ضده. خذ هذا معادلة عندي، أي شيء بيخدم المواطن الأردني ضده للأسف. لا تعليق صراحة، يعني يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. غير هيك بصراحة أنا بجوز ما راح أقدر أحكي من هذا المنبر. سعادتك الآن إحنا الآن مقبلين على مرحلة صعبة. ما دائماً من صعبة إحنا هذا. إحنا الآن بوضع أصعب، ولكن إحنا الآن بدنا، أنت شو بتحكي للمواطن الأردني وليس الرمثاوي، الأردني بشكل عام، هل يصبر يصمد؟ الآن إحنا بمرحلة خطيرة، وإذا إحنا ما درنا بالنا على هذا البلد صراحة كمواطنين سعادتك بعيداً عن أداء حكومي. أنا والله ما بحب اللهجة هذه، إحنا في وضع صعب، يعني بسمعها وكأنه المواطن الأردني المسكين المسخم هذا هو سبب حالة عدم الاستقرار أو كذا. نعم. سيدي العزيز أنا بقول المواطن الأردني الآن، نعم، ارفع راتبه، وظفه، يجد له مشاريع استثمارية كذا. نعم. كذا كذا، بعدين احنا بنوجه له رساله اذا نعم. كان مستقر اقتصاديا وكذا كذا، وضع صعب، هو خايف على الاردن اكثر منه، ما مو مش محتاج رساله من صداح ينظر عليه او يوجه له رساله، هو بيعطيني، هو اكثر امانا وحرصا على هالبلد، لولا ولا ما في بلد، هو المواطن الاردني مشكل حاله الاستقرار نعم. في داخل الاردن، فانا ما يعني لمؤاخذي انا شايفه نابع من داخله. شوف احداث الكرك نعم، لما رحنا شفنا احداث الكرك لقيت المواطن الاردني في جنب العسكر قاعد. اكيد شفنا كلنا هذا. طيب مو هذا اللي احنا بزايدوا عليه الفاسدين قاعدين بقول لك البلد وخربانه، هم مخربين البلد. انا بقول رساله للفاسدين اشبعوا. نعم. شوف كيف الفاسدين، وعلى الحكومه اذا انها الرزاز اذا انه جاد يفتح ملفات الفساد ويلغي التنفيعات عن مختلف الموظفين، عن مختلف الفاسدين والزمر الفاسد في البلد. نعم. يعني بجوز أسئلة كثيرة توصلنا، اسمحوني نمسك تليفوني الآن. قضية جيل 2000 رفع معدل اللي ظلمتهم الحكومة، مين بده يأخذ حقهم؟ أنا مش فاهم على موضوع النتائج الثانوية العامة الآن طلعت، بجوز هناك اعتراضات من الطلبة في الثانوية نعم العامة. نعم في اعتراضات نعم. إنه يا عمي أنا إنه في ظل زيادة العلامات اللي صارت المرة هذه نعم. في جيل 2000 إنه نعم. قدم طبعا في المراحل السابقة، عرفت كيف؟ نعم. فهو بطالب انه يا عمي لا توحدني معاه، لان انا من رايح اقدر اتنافس مع المعدلات العالية الموجودة. وانا حكيت مع مدير الامتحانات العجارمة، عرفت كيف؟ نعم. وحكينا للوزير ووصلنا وان شاء الله ياخذ فيها ان شاء الله. معنا ايضا اتصال هاتفي من اخونا موسى، الله يمسيك بالخير اخونا موسى. يسعد مساك. يسعد مساك يا حبيبي. كيفك سيدي؟ هلا يا سيدي، تفضل. الاخ صدام الحباشي ان شاء الله معنا على الهواء، ويكون صوتي واضح ومبين معك. انت الان صوتك على الهواء وسعاده النائب معك موجود على الهواء، تفضل. الله يمسيكم بالخير. هلا فيك الله. ابو يمين العبادي. اهلا وسهلا. بدي اقول كلمتين بس للسيد صداح. تفضل. كونه نائب للوطن وليس لمحافظته فقط، ونائب عن جميع الشعب بالمستوي الهبيان اللي ملتي عن ابو مواته، يعني أطالب منه كوجه مقبول في هذا المجتمع أن يكون أو يترأس هبة شعبية ضد هذه الحكومة وضد جميع سياسات الجباية اللي إحنا عايشين فيها منذ زمن. نعم. أتمنى أن يكون قائد وإحنا كنا بظهره. أنت قائد وما عليك زود، أنت حبيبنا سيدي. أنا أحكي معك كلام واقعي، يعني أنت وجه مقبول وما شاء الله عليك جميع المحافظات، لا هو نفخ ولا هو كلام زيادة ولا هو مجاملة، أنا أسولف واقع. يعني مرحلة المجاملات مع حكومتنا هي اللي ذبحتنا ووصلتنا للدار السوداء. نعم. فاللي أطلبه منك كبني آدم فهمان ومقبول شعبيا إنك تتصدى لمشهد إن تكون هبة شعبية. يا سيدي سولفنا بالسلم وسولفنا بالطيب وسولفنا بحي الله ويا ميتنا وسانا نعم. حطناهم تحت باطة، وهي بالنتيجة يجينا بطح كلياتنا تحت الطاولة وقاعدين منه فوق شخصين. نعم. كويس. نعم. رجاء إني أجد في هذا المجتمع شخص يتسم بصفات القائد، يمثل لنا وصف جديد ونحن كلنا خلفه. يعني أخونا موسى رسالتك إن شاء الله أنا وصلت الآن على الهواء مباشرة بكل شفافية مع سعادة النائب، وأيضا معنا اتصال هاتفي من جمال موسى، الله يمسيك بالخير يا جمال ويعطيك العافية. جمال يسعد مساك. الله يمسيك بأنوار نبي يا غالي. يا هلا، تفضل. كيفك يا سيدي؟ يا هلا بيك.
الله يعطيك ألف عافية بن بنحب نمسي عليك أنت ونائبنا ما شاء الله عليه نائب الوطن الغالي. الله يعافيك الله. سيد العزيز إحنا صار في موضوع الحدود العمري. نعم. يا سيد العزيز في قانون فرضوا عنا رئيس الجمارك أو مدير الجمارك. نعم. ودخلنا على مدير الجمارك ورجعنا على المديرية بالعبدلي. ايش القانون اخونا جمال؟ المكتب تبعه وقال لنا مش موجود بدايه، ولما طلعنا برا قالوا لنا لا المدير موجود، لما دخلنا يعني ثلاث سكرتيرات طيب. عنده غير مدير المكتب. تفاجئنا يا سيدي، اول قرار اللي اصدر لنا اياه انه حتى هي موضوع نعم. الكرامه اللي قاعد بيحاربنا بها ظلت هي نسيتها الكرامه. اخونا جمال انت تقصد الرمثة ولا العمري؟ كل شيء جمال اسمعني خلينا نسمع بعض، قصدك عن الرمثة ولا العمري؟ العمري سيدي العمري. العمري شو القانون؟ القانون يا سيدي اول شيء بقينا ناخذ دفتر مكتب. انقطع الاتصال شباب. راح جمال صوتك راح. جمال سيدي العزيز معك تفضل احكي لي شو القانون يا جمال. القانون بقينا ناخذ دفتر مكتب اللي هو دفتر دخول للسياره. دفتر مكتب نعم. نعم وبعدين منعونا الدفتر في قرار ارتجالي من مدير الجمرك على أساس أنه لازم نقطع تربتك وندفع للدولة السعودية ما يقارب 500 ريال 100 دينار أردني حتى نحصل على الدفتر ندخل على الأردن. طب هذا قانون من الأردن ولا من السعودية؟ نأخذ الدفتر من السعودية لكن الأردن اللي منعتنا ندخل بدفتر العادي ودفتر المكس. طيب شكرا أخونا جمال حسونة. لا أنا بدي أسمع رد سعاده النائب. والله ما فهمت انا فهمت انه في دفتر بيفوتوا فيه الشباب البحاره ترب تيكت من الحدود الاردنيه الى الحدود السعوديه. نعم. والحكومه فرضت 500 ريال اي ما يعادل 100 دينار اردني على كل من يدخل لهذه الحدود. جديد يعني. جديد نعم. احنا اخونا جمال حسونه هذا الموضوع راح نناقشه بصراحه بالحلقات القادمه وراح يكون معنا مدير الجمارك العامه ونعرف ونفهم الموضوع. أيوة. والان شباب خذوا ملحوظه اخونا جمال حسونه عشان نتابعها بشكل مستمر. في اتصالات ولا خلاص؟ طيب سعادتك الان يجوز انتهى وقت برنامجنا برنامج صوت الشعب والدقائق الاخيره. حابين نحكي الان رساله منك الان الى كل من يشاهدنا عبر قناه A1 TV. أنا بشكر الشعب الأردني اللي طبعاً بوجه أنا شكر للشعب الأردني. نعم. إحنا غالينا فيه إن شاء الله وهو غالى فينا الحمد لله. أكيد. والشعب الأردني إنه تحمل جور هذه الحكومات نتيجة حرصه الداخلي يعني من داخل وفي وازع داخلي. أنا مريت في تجربة أحداث الكرك وغيرها وأثبت وقدم شهادة إنه بنعتز فيها إنه هذا المواطن اللي خايف على بلده وقاعد يعني لا. ايوه فهذا المواطن انه يجب انه حتى الحكومات انا بقول انه هذه الحكومه وغيرها تاخذ درس من احداث الرمثة انه كيف انا لما اني اجور وازيد جور على هذا الشعب مش رايح يسكت. وايضا احنا كان بدنا المواطن سعادتك والمواطن انا المواطن ان شاء الله يكون في حوار ما بين لا حوار ان شاء الله. لا الامور طيبه ان شاء الله. انا بقول لك الامور انا جيت من مجلس النواب اليوم. نعم. فالامور طيبه ان شاء الله وتتجه نحو الاستقرار واليوم رايح تشهد انه ان شاء الله حاله ان شاء الله نتمنى. لا انا عارف انا بعرفهم اهل الرمثة وبعرف شانهم شان باقي الشعب الاردني. هم خايفين صار فلات امبارح نعم. فالمهم وتجاوزات يعني اطلاق نعم. نار على رجل دركه نعم. ما بنسمح ليه مو ابننا في النهايه نعم. بتلاقي بجوز يعني لمؤاخذه بتلاقي بجوز ابن عمك بتلاقي كذا. فهذه المعادله هم حريصين لا تفكر بصير تجاوز صار تجاوزات لمؤاخذه كذا كذا. الا انه انا بقول لك اليوم يعني شفت في المجلس التنسيق وكذا وكذا والامور ان شاء الله بتتجه نحو الاستقرار ان شاء الله. سعادتك بنوز معنا اتصال ايضا من اخونا وليد المجالي. اسعد مساك اخونا وليد. مساء الخير كيف الحال؟ هلا اخوي وليد تفضل. اول شيء تحياتي لاخوي وصديقي الدكتور صداح ابو شوق المحترم. نعم نعم ممثل نعم. الشعب ممثل الناس نعم عليك زود ابو شوق دائما يعني لديه فزعة خاصة للوطن وأبناء الوطن. نعم يا أخوي إحنا الآن لدينا جيل من الشباب هذا الجيل الجديد الذي فاقد
كل مقومات الحياة. هذا عبارة عن قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة. هذا الجيل من الشباب اللي لا ألاقي شغل ولا وظائف ولا قادر يلبي احتياجاته الخاصة، هذا الجيل سيتمرد. ما بنفع معه حاضر يا سيدي ونعم يا سيدي. هذا الجيل هو عبارة عن قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة لعدم وجود وظائف، لعدم وجود، لا يستطيع أن يسد احتياجاته العادية. هذه قد تكون الآن مشكلة مؤقتة تحصل في منطقة أو في منطقة أخرى، ولكن هذه معرضة للانفجار بأي لحظة. طبعا كل هذا نتيجة سياسات الحكومات المتراكمة وآخرها هذه الحكومة، وحتى مجلس النواب الذي أصبح فيه مافيات خاصة. هذه المافيات اللي تعودت على المنافع والعطيات وعملت لها باور وقوة من خلال هذا النفوذ تبعها هي الموجود الآن، وتحاول أن تفرض نفسها بقوة الحصارة البرلمانية. للأسف هؤلاء هم اللي قاعدين بدمروا في البلد، هؤلاء اللي قاعدين بتراجعوا في البلد، وأنا مش عارف لمصلحة مين، من الذي يرغب في تدمير البلد؟ الدكتور صداح رجل معانا وإحنا وياه بالشارع دائما ويعلم هذه الحقائق، ولكن حقيقة عجزنا عن معرفة من يسعى لتدمير البلد. إحنا خطابنا الرئيسي للملك أول شيء نطالب حل مجلس النواب بالكامل لإبعاد هذه الأسماء، هذه الأسماء اللي وضع قانون انتخابات جديد وقانون أحزاب جديد، وبدنا رجال للحكومة من أبناء الوطن الغيورين على مصلحته، مش جماعة البنوك اللي دمرونا يا إخوان. صحيح يا إخوان، البلد تشير إلى المجهول إذا كان صاحب القرار لا يعلم فالناس أصبحت تعلم. هل تعلم أن هناك 3 أشخاص مجنسين جديدا هم من قادة جيش العشائر في الحر في سوريا، مجنسين وبمارسوا أفظع الأعمال ومافيات بالمخدرات وبالسلاح وموجودين، وتعلم الدولة عنهم، الدولة تعلم اللي أنا أسماء اللي أنا بحكي عنها. هذول اللي قاعدين بلعبوا في 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 الفتن في البلد، وأصحاب المصالح وأصحاب المافيات يريدوا إثارة الفتن في البلد حتى نغطي على فسادهم. كفانا يعني كفانا إحنا نضل ساكتين، هذه بلدنا وبدنا نحافظ عليها. صداح لوحده لا يكفي، ولا 10 صداح، إحنا بحاجة لفجعة شاملة من أبناء الوطن الغيورين على الوطن، لأنه إحنا اكتفينا. اليوم حصلت أمس ما حصل في الرمثة حقيقة إطلاق نار لشخص مؤسف مجهول، كان مؤسف ما حصل في الرمثة. أكيد أخونا وليد، وتوجه بسيارة غير بدون لوحة واتجه إلى جهة المفرق، هذا مندس، حتى أزيدك للمعلومة، ليس من أبناء الرمثة، لا مش من أبناء الرمثة، هذا مندس أستاذ وليد. نعم هذا تم دس ودجه لإثارة الفتنة، أكيد لإثارة الفتنة. لو أنه إحنا هذا نتيجة الإطلاق، إحنا الشعب الأردني ما بنحمل سلاح على أبنائنا، مستحيل يكون يعني من رمثة. أخونا وليد وسعادة النائب، إحنا هذا اللي بنحكي فيه أن يكون في وعي أصبح عند المواطن. أخونا وليد، لكن يا أخي أنت بتعرف المنطقة الحدودية، نعم صح، وبتعرف كيف المهارب التنفيذية اللي بتدخل، وفي بعض الناس تعودوا على القتل وتعودوا على الإجرام وبالنسبة لهم أمر طبيعي، فبالتالي سهل دخولهم علينا، حتى أسماء العشائر متشابهة. إذا ما كان في حذر من الدولة وانتباه، مين بده ينتبه؟ أنا حذر من المواطن أيضا أخونا وليد، هذه مش وظيفتها، هاي وظيفة الدولة والأجهزة الأمنية. نعم. مش الأجهزة الأمنية بتلاحق نعيم وبتلاحق فلان وسجن فلان وهذاك حكى كلمة. شكرا أخونا وليد، من المهربين ومن هذه الأشخاص ومن المافيات اللي بدأت تسيطر على البلد. حتى نعم. لاحظ اليوم، لاحظ اليوم أولا في قرار منع تجديد جوازات المتعثرين. نعم. ماليا يا أخي، هو مجرم هذا، هو بايع البلد حتى ما تجدد له جوازه. تخيل انت ربع مليون شخص بدك تحرمهم من الجواز الاردني، وعندهم عائلات، يعني بتحكي عن مليون شخص اصبحوا بلا، شو الانتماء اللي بده يكون للوطن هذا؟ شو الجيل اللي بدك تخلقه منهم هذولا لما انت ترفض تجديد جوازه؟ يا اخي جدد جوازه، واذا جاء البلد حاكمه اصلا دستوريا استاذ وليد اليوم سالنا قانونيا لا يجوز، لا يجوز منع انسان من انه يصدر جواز جديد ويجدد جوازه قانونيا، لكن هذه سياسه سلام حماد كل يوم بيستفز الشعب الاردني القرار. اخونا وليد المرجاني سامعني اخوي وليد، بلا هويه يا اخي اعطيه جوازه، هذا اردني تعثر ماليا عليه دين، صح مطلوب لي لدينه، ولكن أعطيها أخونا وليد الجواز. وليد خلينا نأخذ ونعطي بس نسمع بعض يا سيدي، نأخذ ونعطي نسمع بعض. أخونا وليد المجالي، بجوز ملاحظتك وصلت بشكل مباشر على الهواء مباشرة بكل شفافية، وما أبدا يعني كلامك كان جدا رائع بصراحة، وزي ما أنت تفضلت إحنا يعني من هذا الموقع بنقول وعي المواطن الأردني، زي ما أنت حكيت الدور الأكبر على الحكومة، وأيضا في دور على المواطن الأردني، في وعي عند كل مواطن إنه هاي التصرفات مش تصرفات أبناء البلد،
لقوات الدرك لأنهم كلهم إخوان، والله تجوز تلاقي واحد ابن عمه مكين ابن عمه وابن خالته يعني قرايب. فشكرا أخونا وليد المجالي، شكرا لك. المواطن الأردني واعي، المواطن الأردني من 2011 مخرج للشارع وبحتج، لم يكسر لوح زجاج. نعم. المواطن الأردني واعي، نريد الوعي من المسؤولين. احنا المواطنين واعي، هذا نطلع له بصراحه يا اخوي وليد، دائما احنا بنتمنى يكون وعي المواطن كامل الأردني واعي ومدرك وبيحافظ على البلد، وفي كثير من امثال الدكتور صداح بيحافظوا على البلد، لكن نريد من المسؤولين هذول يعرفوا انه هذا الدم دم الدركي ودم المواطن دم واحد. أخونا وليد إحنا الآن انتهى وقت برنامجنا، شكرا لك. شكرا لك سعادة النائب صداح حباشنا الآن. كلمة أخيرة منك الآن بانتهاء وقت سيدي الآن، أنت قبل طالبتني تقول رسالة للشعب الأردني، لا أنا رسالة للفاسدين وللمسؤولين ولغيره في البلد إنهم يتقوا الله في الشعب الأردني وبكف هالشبع شبع يعني لمؤاخذة هالتنفيعات لأبنائك وكذا وكذا، والآن الحال ما عاد إنه يتحمل، وإحنا شفنا يعني في مختلف أرجاء الأردن إنه حالة العوز والفقر والكذا والكذا، وبدنا نرحم الشعب الأردني والحكومة يكون لها برنامج، مش إنه والله رفع ضرائب زيادة أسعار، ما عاد الشعب الأردني يتحمل أكثر من ذلك. سعادة النائب صداح الحباشنا مجلس النواب، شكرا لك ويعطيك ألف ألف عافية. الله يحييك. مشاهدينا الكرام، مصداقية شفافية حيادية بكل جرأة طرحنا الموضوع على طاولة صوت الشعب من قناة A1 TV، وأكيد دائما تابعونا كل يوم أحد وثلاثاء وخميس راح نكون ونوصل صوت المواطن الأردني من الساعة 1 إلى لغاية الساعة 2 ظهرا، منكم وبكم وإليكم. انتهى صوت الشعب، إلى اللقاء.